خالد رئيس الجمعية الوطنية، نشكروه ونشكر السيد سعيد سعيدي وشكرا. شكرا لك. واو. شكرا سيد مصابيح عبد رئيس الجمعية الوطنية للأمن عبر الطرق، كونكم تحتكون بالمواطنين، كونكم تحتكون ب يعني الأفراد وأفراد المجتمع طبعا، فإن شاء الله تلقى أداة صاغية، هذه النصائح وجل التعليمات التي تقوموا بنشرها إن شاء الله تلقى أداة صاغية من طرف المواطنين. نبيل الاستوديو في هذا الفضاء يعني، وسيد بلوفة لك حال سعيد، مرحبا بك سيدي، شكرا على الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعة عين تيموشنت على هذه الإضافة، ومن خلالها نحن كمواطنين نبارك هذا العمل الجمعوي، وخاصة لجمعية السيد مصابيح عدا، ومن خلاله نوصي الشعب الجزائري، ولا نوصي وإنما كما تقول الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحن دائما نذكر لأن الشعب الجزائري يعرف يعرف بالتداء طريق كمال ما ضروري، تابع الجسدي ضروري يعرف، صح نذكره كل يوم نذكر، نلح بهذا النصائح ونقول للشعب الجزائري بعدم اللامبالاة والاستهتار. كاين بعض الناس تقول باللي هذا المرض ما كانش، نقول له موجود لانها جائحة عبر العالم كله، لذا نطلب منهم ارتداء الكمامات التي ستقوم بها الجمعية بعد قليل بتوزيعها عبر طرق ولاية عين تيموشنت، والتباعد الجسدي والغسل بالصابون سائل الصابون بعد وقبل الأكل، ومن ثم لعل الله يرفعنا هذا الوباء، ونطلب لأن يوجد ساعة استجابة في يوم الجمعة المبارك، نطلب من الله تعالى أن يشفي مرضانا آمين يرحم موتانا إن شاء الله، ونطلب الصحة والعافية لأصحابنا وشكرا. بدوره يقول يريد أن ينشر ولو القليل من هذه التعاليم، يريد أن يساهم في نشر النصائح ويعني الإجراءات التي يجب على كل مواطن أن يتخذها حتى يساهم مع الدولة في الحد من انتشار هذه العدوى. إذن سيد مصابيح، يعني هل من جهود راكم تقوموا بها؟ هل من خرجات ميدانية أنتم أيضا كونكم جمعية؟ Yeah.